بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، نستكمل معكم مقرر الرياضيات 3، ودرسنا الدرس الثالث ضرب المصفوفات. هنستكمل مع بعض درس ضرب المصفوفات، وهناخد مع بعض أمثلة عليه. قبل ما نبدأ بالأمثلة نقول خصائص المصفوفات. وصلنا عند أنه خاصية الإبدال غير ممكنة، أما الخصائص الممكنة هي خاصية التجميع وخاصية التوزيع بالنسبة للمصفوفات. خلاص أبطال، أما خاصية الإبدال ما ركز عليها اللي انتهينا بها الدرس السابق. الناس اللي ما تابعوناش، عملية الضرب المصفوفات عملية غير إبدالية، ليست إبدالية أو لا تتحقق في ضرب المصفوفات. خلاص يا شباب، أي لغة عربية صحيحة انتبه لصيغة السؤال عشان تقدر تجاوب صح أو خطأ على السؤال. نشوف مثال على الكلام ده يا شباب. السؤال طبعا عشان قلنا ممكنة وغير ممكنة، أوجد ناتج الضرب إن كان ممكنا. طيب في ولد يقول لي أنا ممكن أعرف ممكن أو غير ممكن من الأول يا أستاذ، قلنا أيوة ترجع لشرط الضرب. أيوة ممتاز، مين هيقول لي شرط الضرب؟ أيوة علي. علي بيقول إنه عدد أعمدة المصفوفة الأولى تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. طب مين يقول لي رتبة المصفوفة الأولى؟ أيوة فيصل. فيصل بيقول الرتبة دي صف واحد أستاذ في عمودين، صف واحد في عمودين. حلو أبطال. طيب المصفوفة الثانية قال صفين في عمودين، مصفوفة مربع، عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة. هتلاقي عدد الصفوف هنا يساوي عدد الأعمدة في الأولى، يعني معناه الاثنين هيديك شكل المصفوفة الثانية أو نوعها من واحد صف واحد وعمودين. ممكن من شكل المصفوفة تقدر تحدد الاختياري لو كان عندك النوع الرتبة دي متحدد مرتين، يبقى في الحالة دي هتستكمل عمليات الضرب. طبعا احنا قلنا في الضرب يا شباب لازم عشان محتاج الضرب تركيز مهم جدا، لازم تعمل الحركة دي الصف في العمود الأول وتكتب الناتج بخطوات التفصيل عشان تريح نفسك. هذه كتبنا، أكرر نفس الصف جنبه، مدام نفس الصف يبقى جنبه. أنا منبه، مدام نفس الصف جنبه يا شباب يبقى نفس الصف في العمود الثاني. انتهى العمودين مفيش عمود ثالث، يبقى اقفل المصفوفة. قفلنا المصفوفة، في صف ثاني زي المسألة السابقة في الدرس السابق؟ لا. يبقى في الحالة دي كده انتهت المصفوفة، اطلع نواتج، اجمع لو كان الاشارات متشابهة، اطرح لو كان الاشارات مختلفة. خلاص ابطال، هنا تأتي 4 ضرب 3 ب 12، واضرب 2 ضرب 6 ب 12، 12 ناقص 12 بصفر، هنا سالب 4 وموجب 10، إشارات مختلفة، أطرح وأخذ إشارة الأكبر يديني النتيجة موجب 6. نشوف المسألة الثانية. المسألة الثانية من رتبة صفين في عمود واحد، ممتاز. طب الثانية صف في 3 أعمدة، طيب ممتاز، يبقى عدد الأعمدة يساوي عدد الصفوف. خلاص يبقى الناتج هيطلع صفين و3 أعمدة. طب عاوز الناتج انت أستاذ، يبقى تشتغل ضرب. قلنا عشان ما تنسى تعمل الصف في العمود، واحد يقول ده الصف عنصر والعمود عنصر، يبقى مسألة سهل، صف عنصر والعمود عنصر مسألة سهل، يعني هتجيب الناتج مباشرة. 5 سالب 5 ضرب 1 تكتب سالب 5. طب أنا كتبتها بالتفصيل ما في مشكلة. طيب صف في العمود الثاني أروح كاتب برضو سالب 5 في 2، نفس الصف في العمود الثالث أكتب 5 سالب 5 ضرب سالب 3. واحد يقول لو في عمود رابع وهكذا. خلاص انتهت الأعمدة، أقفل المصفوفة.
في صف تاني المرة دي، في صف تاني يمثل العدد 6. نفس الكلام، 6 في العمود الأول، في العمود الثاني، في العمود الثالث. 6 في العمود الأول، 6 في العمود الثاني، 6 في العمود الثالث. واحد يقول أنت كاتبهم بالأرقام، لا لا، ممكن تلاقي العدد هنا 5، ممكن تلاقي هنا 8، مالك دخل أنت، العمود تضرب الصف في العمود وطلع نواتج سهلة. طبعا النواتج هنا سالب في موجب بسالب، الضرب في الضرب، الإشارات مختلفة يديني سالب، إشارات متشابهة يديني موجب، وأكون حافظ جدول الضرب. نبدأ نشوف مثال آخر، أوجد الناتج. ممكن أضرب على طول يا أستاذ؟ أضرب على طول، مش عاوز الرتبة الأستاذ، عاوز الناتج بس، يبقى تضرب على طول. إحنا بنقول يا شباب عشان تحدد نفسك إنه ممكن أو غير ممكن، ممكن تعرف هنا كم عنصر في الصف؟ عنصرين. في العمود كم عنصر هنا؟ عنصرين. يبقى ممكن. لو في واحد يزيد عن الثاني يبقى غير ممكنة، لو أنت مش عاوز تكتب الرتبة. طيب خلاص يا شباب، لكن أنا عندي أضرب أطلع الناتج يا أستاذ ولا خطوات بالتفصيل؟ اللي يعجبك، قلنا اللي يعجبك. باجي أضرب بالتفصيل، طبعا أنا شغال بالتفصيل عشان التعليم عن بعد وعشان الولد يعرف الأستاذ يشتغل إيه. الصف الأول في العمود الأول، قلنا العنصر الأول مع الأول والعنصر الثاني مع الثاني. أكمل؟ لا. ليه؟ لأنه ما فيش عمدان ثاني. يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أيوه ممتاز ممتاز نواف، قال أقفل المصفوفة. حلو يا نواف. طيب وبعدين أخد الصف الثاني في نفس العمود، أدي الصف الثاني في نفس العمود، يديك ناتج فوق وناتج تحت. يبقى في الحالة دي أكتب الناتج اللي فوق سالب 11. الناتج ليه يا شباب؟ هنا اداني سالب 15 وهنا اداني موجب 4، إشارات مختلفة، أطرح وأخذ إشارة الأكبر، وأخذ إشارة الأكبر يديني النتيجة سالب 11. نفس الكلام هنا اديني موجب 21، هنا يديني سالب 8، يبقى أطرح وأخذ إشارة الأكبر يديني موجب 3. في حاجة مهمة جدا أنبه عليها يا شباب، عاوز أتأكد من أن حلي صح. أتأكد إزاي؟ لو أنت مش عاوز تحسب الرتبة، رتبة هنا كام؟ هنا 2 ضرب 2. حلو كده. طب هنا صفين عمود واحد، قلنا تشطب على دي ودي، يديك الناتج صفين وعمود واحد. طب الناتج هنا من أي نوع؟ برضه هنا صفين، هذا صف 2 في عمود واحد اللي هو اللي انت شايفه ده، هذا عمود واحد. خلاص ابطال، نبدأ نشوف المثال الثاني. المثال الثاني مثال سهل جدا، صح المصفوفة فيها عدد أعمدة كثير لكن سهل جدا. هبدأ أعمل الحركة اللي قال علمنا عليها الأستاذ، صف في عمود، واكتب الخطوات بالتفصيل. بعد كده ممتاز وسام، ممتاز وسام. وسام بيقول في العمود الثاني اضرب نفس الصف في العمود الثاني. خلاص بعد كده كمل وسام، بيقول الصف في العمود الثالث. خلصت الأعمدة يا وسام، يبقى نقفل ايه؟ المصفوفة. طيب اكتب تحت صف تاني، في صف تاني اهو، يبقى لازم تعمل صف تاني. عاملين صف تاني، نفس الكلام، الأعمدة مش هتتغير، اللي باللون الأسود ده مش هيتغير، اللي هيتغير اللي هو باللون الأخضر. أكتب العمود الأول، في ناس بتعملها كده بالطريقة دي، يقول لك 3 و7 مش هتتغير، في الصف الأول الصف التاني، العمود التاني سالب 1 و5 مش هتغير، هغير بس الصف 3 و0. براحتك انت اضرب باي طريقه، بس يفضل الطريقه اللي انا بشرح بيها عشان هي اسهل طريقه جربناها مع الطلبه. نبدا نحل ونطلع نواتج، نشوف المثال الثالث. هنا لو انا مش عاوز امشي خطوات، اقول هذا صف في عمود. محمد بيقول ممتاز محمد، بيقول يا استاذ
الصف متكون من 3 عناصر، والعمود متكون من عنصرين. يعني ايه معنى محمد ده الكلام ده؟ معناها غير ممكنه. طب عاوز اشرحها لزملائك غير كده بطريقه ثانيه. ايوه ممتاز باسل. باسل بيقول اقول الرتبه بتاعت المصفوفه الاولى صفين في 3 اعمده يا استاذ. طيب يا باسل، والثانيه صفين في عمودين. طيب ابص على عدد الاعمده اللي هم العددين اللي في الوسط يساوي عدد الصفوف، اقول له لا غير ممكنه، غير ممكنه. خلاص، لان عدد الاعمده لا يساوي عدد الصفوف. بعد كده اظن كده عطينا امثله بما فيها الكفايه على الضرب. راجع الفيديو مره واثنين، اكتب الامثله وحلها وتاكد من حلك عن طريق الفيديو. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.